Welcome to Public Legal Information. Today we will be focusing on the new Canada recovery benefits available to the eligible self-employed who are directly affected by COVID-19 and to workers who are not eligible for employment insurance benefits. Sulsan Morush from West Scarborough Community Legal Services will translate and provide this information in Arabic. سنتحدث اليوم عن التغييرات الثلاثة الأخيرة والتي قدمتها الدولة بسبب COVID-19. ما هي الشروط العامة والمشتركة بين المزايا الثلاثة والتي يجب أن تنطبق عليك ليحق لك التقدم للحصول على إحدى هذه المساعدات؟ أولاً أن يكون عمرك 15 سنة على الأقل مقيم في كندا، طبعاً مش بحاجة أنك تكون مواطن كندي أو مقيم دائم. أن يكون لديك رقم تأمين اجتماعي اللي هو السين نمبر. أن تكون قد حققت دخل لا يقل عن 5000 دولار في عام 2019 أو 2020 أو في آخر 12 شهر من عملك. أي دخل من مزايا السيرب أو CSB أو CRB أو CRCB لا تحتسب من 5000 دولار المطلوبة كشرط أساسي. أيضا الطلاب الدوليين يحق لهم التقديم لإحدى هذه المساعدات الثلاثة. هناك شروط خاصة ليحق لك أن تحصل على هذه المساعدة. ما هي هذه الشروط؟ أولاً أن تكون قد توقفت عن العمل أو انخفض دخلك بمعدل 50% على الأقل بسبب كورونا فيروس. لم تترك عملك طوعياً أو خفض ساعات عملك بنفسك عملاً، وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2020. خلال حصولك على CRB تبحث عن عمل ولا ترفض أي عمل معقول نسبياً خلال الفترة التي تتقدم فيها للحصول على المساعدة. ما كان عم بحق لك تأخذ AI من قبل، لذلك أنت بحق لك تقدم على هاي المساعدة. أيضاً يحق لك العمل خلال تلقيك هذه المساعدة اللي هي CRB Canada Recovery Benefit دولار. يتم خصم 50% من أي مبلغ يتم دخله فوق 38000 دولار. يعني فوق 38000 دولار إذا دخلت for example 2000، الدولة بتاخذ 1000 وبتعطيك 1000 منهم. وطبعا يجب أن تحقق الشروط العامة والمشتركة بين المساعدات الثلاثة والتي تحدثنا عنها في البداية. هي قيمة المبلغ ومدة الاستفادة. يحصل المتقدمون على مبلغ 1000 دولار قبل خصم 10%، وذلك كل أسبوعين ولمدة 26 أسبوع كحد أقصى. المساعدة الثانية المقدمة من الدولة هي CRSB Canada Recovery Sick Benefit، يعني في حالة المرض. ما هي الشروط الخاصة لتحصل على هذه المساعدة؟ يجب أن تكون قد عملت أقل من 50% من جدول عملك المقرر أسبوعياً، عزلت نفسك بسبب COVID-19 وأسباب أخرى تحدد حسب الرأي الطبي المختص أو الحكومة أو هيئة الصحة العامة. وأيضاً أذكر هنا مرة أخرى يجب أن تحقق الشروط العامة والمشتركة بين المساعدات الثلاثة والتي تحدثت عنها في بداية الفيديو. قيمة المبلغ مبلغ المساعدة ومدة الاستفادة. يحصل المتقدم على مبلغ 500 دولار قبل خصم 10% في الأسبوع ولمدة أسبوعين كحد أقصى. يحق لك أيضا التقدم بأثر رجعي بعد انتهاء فترة التقديم، وذلك بغضون 60 يوم. المساعدة الثالثة المقدمة من الحكومة وهي CRCB Canada Recovery Caregiver Benefit. ما هي الشروط الخاصة لتحصل على هذه المساعدة؟ أولاً أن تكون قد عملت أقل ب 50% من جدول عملك المقرر أسبوعياً، لأنه عليك الاهتمام بأحد أفراد العائلة للأسباب التالية. For example،
عم تهتم بطفلك تحت ال 12 سنة، لأن المدرسة أو الحضانة أو البرامج النهارية المعتادة قد أغلقت، أو تهتم بفرد من العائلة لأن مراكز الرعاية أغلقت أو غير متوفرة بسبب كوفيد-19، وهو طبعا يحتاج لمراقبة صحية في البيت. أيضا الشخص الذي تهتم فيه مريض بسبب كوفيد-19 أو لديه الأعراض أو لديه مشاكل صحية خطيرة تعرضه للخطر الشديد في حال مرضه أو تعرضه لكوفيد-19، وذلك طبعا حسب نصيحة المختصين الطبيين بعزل نفسه. يجب أن تكون الشخص الوحيد في العائلة الذي تقدم بطلب الحصول على المساعدة في نفس الأسبوع اللي عم بتقدم فيه لتحصل على المساعدة. لم تحصل على مبلغ تأمين العمل EI من عملك خلال نفس الفترة التي تقدمت فيها للحصول على المساعدة. وأيضا وللمرة الأخيرة أذكر أنه يجب أيضا أن تحقق الشروط العامة والمشتركة بين المساعدات الثلاثة والتي تحدثت عنها في البداية. ما هي قيمة المبلغ ومدة الاستفادة؟ المتقدمون يحصلون على $500 قبل خصم 10%، وذلك في الأسبوع ولمدة 26 أسبوع كحد أقصى وللأسرة الواحدة فقط. يحق أيضا لك التقدم بأثر رجعي بعد انتهاء فترة التقديم، وذلك بغضون 60 يوم. كيف بتقدم؟ كيفية التقديم على هذه المساعدات الثلاثة؟ أولاً من خلال الإيداع المباشر في حسابك البنكي المسجل لدى وكالة CRA، أو من خلال الاتصال مباشرة على الأرقام التالية 1-800-959-2019 أو 1-800-959-2411 من يوم الاثنين للأحد من 6 الصبح ل 3 الصبح. للحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع www.canada.ca. شكرا للاستماع وابقوا آمنين.